انا هند من المغرب، مدونه وباحثة في موضوع المقاولة الاجتماعية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. والآن تطلق المغربية هند تويسات برنامجاً أسبوعياً على فيسبوك. قليلاً ما نجد نماذج للشباب حققوا نتائج إيجابية. قلت بدل ما أنه نشتكي نقدمهم للشباب لكي أجعلهم بصيص أمل لهم. بعد لقاء أجريته مع سلام نرسة سورية، إن واحد بإجراء ممكن هو يكون بحاجة هذول الكلمتين اللي يراهم لحتى هو يتغير. كيف تبحثين عن هؤلاء الشباب؟ هذول الشباب اللي التقيت بهم في العالم العربي، التقيت بهم في أوروبا، اللي قدموا الكثير لبلادهم بدون ما يعني ما يشتكيوا من الظروف الصعبة اللي كيعيشوها. كيف ينتفعون من أن تنشري لهم مقابلة معك مثلا؟ باش كنسلطوا الضوء على شباب اللي كيقوموا بتغيير إيجابي في البلدان ديالهم، تقد تمر مرور الكرام كيف ما تقد أنها تغير ما نقولش الحياة ولكن وجهة النظر ديال الشاب ولا شابة اللي تتفرج على هذا الفيديو. هناك تصور معين واستراتيجية رسمته لمشروعك، ما هي؟ لأنه للأسف الشديد كل يوم لا نرى سوى الانفجارات وسوى النماذج جدا سلبية للشباب العربي. إلا في تغريدة الصباح، ممكن صحن؟ إلا في تغريدة الصباح فعلا. الشباب تمثل 70% من مجمل سكان المنطقة. الشباب اللي المفروض يكون الأكثر تعليما، الأكثر طموحا وتطلعا للمستقبل، ولكن الواقع بعيد كل البعد على هذا الشيء.